السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حضرة النهاردة هنتكلم عن النيزل بوليس. As regards the definition of nasal polyps, it is an edematous branchiated lesion arising from the mucous membrane of the nose or paranasal sinus. طبعا اللون بتاعه بيبقى في الغالب white glistening، في بعض الأحيان بيبقى اللي هو deep red أو pinkish على حسب الإيه، على حسب الـ duration of polyps، على حسب الـ etiology بتاعه. أشكال كتير بس هو في الغالب يعني في الغالب بيبقى ايه وايد جدا. طبعا we have two types of nasal polyps. الاسلايد دي مهمه جدا. ايزر ديفيوز ساينو نيزال بوليبوزس، وده نوع من الكرونيك راينو ساينوسايتس. طبعا كرونيك راينو ساينوسايتس، we have two types of كرونيك راينو ساينوسايتس، ايزر ويز كرونيك راينو ساينوسايتس ويز نيزال بوليبس اند كرونيك راينو ساينوسايتس وذاوت نيزال بوليبس. في نوع تاني مش ضمن الكرونيك راينو ساينوسايتس خالص اسمه الانتروكوانال بوليب. انتروكوانال بوليب ده انفلاماتري بوليب في الغالب، الليتولوجي بتاعه تيل ناو يعني مش معروف. لو بصينا في الصوره اللي تحت على اليمين، ده انتروكوانال بوليب. انترو طالع من الانترم اللي هو اللارجست او البيجست بارانيزال ساينسز اللي هو الماكسيلاري ساينس، زي ما قلنا في محاضره الاناتومي. الانترم ده اسم تاني للايه، للماكسيلاري ساينس. البوليب ده بيطلع من الماكسيلاري ساينس بروترودز ثرو ذا ميدل ميتاس تو ذا نيزل كافيتي ذن باس ثرو ذا بوستيرور كوينا تو ذا نيزو فاري. زي ما حضراتكم شايفين ليه 3 كومبوننت زي الصوره دي، انا واخدها من الايه، من كتاب القسم. لو بصينا على الصوره اللي تحت شمال، دي صوره الديفيوز ساينو نيزل بوليبوزس. زي ما حضراتكم شايفين كل البارانيزال ساينسز وباسيفايد ما عدا الرايت ايه اللي هو الرايت ماكسيلاري، في اللي هو البلاك اريا دي اللي هو هوا، لكن الاسمويد والليفت ماكسيلاري كل ده والفرونتال فيهم ايه، فيهم اوباستس. ده واخد، يبقى الديفيوز ده واخد معظم الجروبس اوف بارانيزال ساينسز. لو حضراتكم بصينا على الايتيولوجي اوف نيزال بوليبوزس، لو قلت لنا الايتيولوجي اوف نيزال بوليبس، الديفينيت ايتيولوجي مش معروف او نون كلير، لكن طبعا معظمها يعني سيرز. الاشهر طبعا كان الرجيك، كانوا زمان بيسموا الديفيوز نيزال بوليبوزس بيسموه الرجيك بوليبوزس، لكن ده طبعا ده اسم مش مظبوط خالص. هو انفلاماتري بوليب، في بعض الحالات انفكشن، الايتيولوجي بتاعه بيكون انفكشن زي ما قلنا ان هو كرونيك راينوساينوسايتس. جم في فتره كده وقالوا ان الايتيولوجي بتاعه ممكن يكون فانجل، لكن بعد كده ثبت ان هو مش في كل الحالات فانجل. في بعض الناس قالوا ان هو نتيجه للسنسيتيفيتي سوبر انتيجين للستافيلوكوكاس اوريوس. كل دي سيوريز الانفلاماتوري سيوري. طبعا فازو موتور امبالانس يعني مي بي ميوكو بولي ساكرايد تشينجز نتيجه للايه، يعني ميتابوليك ديس اوردر. بيرنوليس فينومينا زي ما ناخد في الانتروكوانال بوليت. من ضمن السيروز في انتروكوانال بوليت بيحصل اوبستراكشن ناروينج ات ذا اوستيا اوف ذا ماكسيلري ساينس، نتيجه للناروينج ات ذا اوستيا اوف ذا ماكسيلري ساينس بيحصل نيجاتيف بريجر جوه الماكسيلري ساينس، وبناء عليه بيبدا يحصل ميكوزال ساكشن فورس على الميكوزا، يبدا تكبر بعد كده يحصل لينفويد اوبستراكشن وبيزيد تدريجي ويطلع بره الايه الماكسيلري ساينس، يدخل على النيزل كافيتي وعلى الايه وعلى الميزوفاريكس. طبعا الاسبرين الرجي من ضمن الحاجات المشهوره جدا اللي هي السانترز ترياد. السانترز ترياد دي يعني معظمنا اللي هيشتغل انف واذن او هيشتغل تشيست لازم يكون عارفها كويس. العام بيكون عنده ديفيوز ساينوميزال بوليبوزس، بيبقى عنده سيفير تشيست ازمه، سيفير ازمه، سيفير برونكيال ازمه، والنيزال بوليبوزس والبرونكيال ازمه بتبقى اكسربيتد with intake of aspirin or non-steroidal anti-inflammatory medications. يعني اللي عنده بيبقى عنده severe bronchial asthma, severe nasal polyps. يقول لك يا دكتور لو انا اخذت اسبرين او ديكلوفيناك او اي مسكنات الموضوع بيزيد جدا وممكن اروح المستشفى على صعوبه في التنفس. تمام، ده بيسموها سانترز ترايد. كلينيكال بيكتشر از ريجارد ديفيوز ساين نيزال بوليبوزس، معظمه بيحصل في الادلتس، بيزيد الانسيدنس بتاعته مع السن، لكن في الانتروكوانال بوليب بيبقى في التين ايجز، يعني من اول مثلا يعني
9 سنين لغايه 15 سنه، ده الايج اوف انتروكوينال بوليب. لو لقينا طفل صغير مثلا 3 سنين سنتين سنه عنده نيزال بوليبس، بنشك في واتس كولد سيستيك فايبروزس. سيستيك فايبروزس ده من الحاجات اللي بيبقى فيها الصوديوم بوتاسيوم بامب، بيبقى فيها جينيتك بروبلم، بيحصل زي يعني سيست بتبقى في اليونج ايج، دي بيبقى نتيجه الكونجنتال جينيتك ديفكت في الايه، في الصوديوم بوتاسيوم ترانسبورتيشن، تمام، في الترانسبورت على مستوى السيل. دي من الحاجات الايه اللي احنا، هي طبعا مش كومن قوي في مصر لكن كتير جدا في الايه، في الغربي. الميل بريدومنس بالنسبه للانتروكوينال او النيزل بوليبس 3. لو بصينا للسي تي اللي قدامنا دي، زي سي تي نوز اند بارانيزال ساينسز، زي ما حضراتكم شايفين بايلاترال في عندنا ميكوزا هايبر، كل الميكوزا او سفارانيزال ساينسز ايديمتس. البيشنت ده كان عنده ديفيوز ساينونيزال بوليبوزس، طبعا ريكرنت، يعني دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير او المعلومات المغلوطه عند الناس يعني في مصر هنا. يقول لك يعني عمليات الجيوب الانفيه بترجع، لا هي مش بترجع، هو المرض ريزيستنت، ان الانفلاماتوري ريسبونس موجوده، فده بيحتاج فولو اب، بيحتاج ميديكال تريتمنت، لكن طبعا مش الحل ليها السيرجري، لا ده السيرجري زي ما هناخد في التريتمنت دي روت بتحسن الايه، روت فور ديليفري اوف يعني اوف لوكال انتي انفلاماتوري اللي هو لوكال نيزال استرويد. من ضمنها الحاجات المهمه جدا طبعا الصوره دي، البيشنت ده كان جاي لي بريزنتد ب جايب يعني حاجه زي ورقه فيها الحاجه اللي نازله على الشمال دي، ده بوليبس العين. هو بيسنيز لقى حاجه نازله من مناخيره، ده من ضمن الحاجات اللي هي الريل شويه اللي الواحد يشوفها ان البوليبس ده ممكن ينزل يعني. طبعا في عندنا بايلاترال سمويلال اوباستي زي ما حضراتكم شايفين في الصوره اليمين. لو شفنا الكلينيكال بيكتشر اوف نيزال بلوبوزس، الموست كومن كومبلينت از نيزال ابستراكشن ايزر يونيلاترال اور بايلاترال. طبعا اليونيلاترال دي كاركترستيك فور انتروكوينال بوليت، البايلاترال دي كاركترستيك فور ديفيوز ساينونيزال بلوبوزس، لكن ده لا يمنع ان ممكن يكون عين عنده ديفيوز ساينونيزال بلوبوزس ويشتكي من يونيلاترال نيزال ابستراكشن لو في ناحيه اكتر من ناحيه يعني. السكند كومبلينت از هايبوسميا اور انوسميا زي ما خدنا في مرحله في محاضره الانفكشن، ان لو في عندي نيزال ابستراكشن بيمنع وصول الاودرنس تو ذا اولفاكتري فوسه، فالعيان بيشتكي من انوسميا او تيست ديستربنس. طبعا السنورنج من الحاجات المهمه قوي اللي ممكن تحصل مع عين الديفيوز نيزال بلوبوزس او الانتروكوينال بوليب. سبيتش تشينجز نتيجه طبعا اللي بيسموه هايبونيزاليتي، النيزل ديستشارج ايزر يونيلاترال اور بايلاترال، لان طبعا زي ما خدنا في محاضره الفسيولوجي النوز بتفرز حوالي 1 لتر اوف ميوكو اوف ميكو يعني اوف ميكويد سكريشن بير داي، ودي ليها فانكشن از ريجارد هيموديفيكيشن اوف اير، وليها بروتكتيف فانكشن وليها امنولوجيكال فانكشن. المفروض دي بتنزل يحصل لها درينج عن طريق الكوينه. لو في عندي نيزل ابستراكشن الفلويدز دي بتنزل من قدام، فممكن العيان اللي عنده ريفيوز نيزل جلوبوزس يونيلاترال انتروكوينال بولي بيشتكي من نيزل ديستشارج. طبعا الهيدك طبعا ده من الحاجات اللي ممكن تحصل مع الديفيوز نيزل جلوبوزس، لكن على عكس ما الناس متخيله ان اي عيان عنده صداع بيبقى سببه جيوب انفيه، لكن طبعا الانسيدنس اوف هيدك مع النيزل ابستراكشن مش كومن قوي بالنسبه لحالات النيزل بوليبوز. طبعا ممكن يحصل ابيفرا نتيجه للامبيرمنت للدرينج اوف ايه اوف تيرز، ان زي ما خدنا في محاضره الاناتومي ان النيزولاكتمال دكت بتفتح في الايه، في الانفيرور ميتس. بلوكج اوف ايرز اللي هو سنس اوف اير فولنس نتيجه للاوستيكال تيوب ديس فانكشن. برود نوز او فروج نوز دي في بعض الحالات السفير قوي، العيان بيسيب الليجن يكبر لغايه ما بيعمل ديستورشن للاكسترنال نوز. بروبتوزس دي في الحالات الادفانسد، لو العيان ساب الليجن يكبر لغايه ما عمل ايروجن لللامينا فاريشيا وزق العين، تمام. جريش وايت جريب لايك بنكليتد ليجن ده اللي احنا بنشوفه، سوفت سموث فريلي موبايل انسنسيتيف تو تاتش، مجرد ان انت بتجيب بروب وبتعديه حوالين البوليبس
بتلاقي ايه كان بس ثروب. طبعا ده بنعمل التيست ده ليه؟ عشان نميزه من حاجه مهمه جدا اسمها المننجوانسيفالوسيل. المننجوانسيفالوسيل ده بيبقى زي بولت بس نازل من الكريبري فورم جديد بالمننجيز وجزء من البرين والسي اس اف. طبعا عين الديفيوز نيزل بولبوزس ده يعني عيان ممكن بنمشي معاه ميديكال لكن وممكن نعمله سيرجري، لكن لو عيان عنده مننجوانسيفالوسيل ده يبقى فيري دينجرس. لو انت اخذت منه، لو انت دخلت سيرجري وزودت ايمجينج او فكرت تاخد بايوبسي، فده من ضمن الديفرنشال دايجنوزس المهمه جدا. في بعض الحالات زي ما قلنا في اول سلايد ان النيزال بولبسي بتبقى اولوز جريب لايك، عامله زي عنقود العنب كده. لكن في بعض الحالات لو حصل ميتابليزيا في الابسيليوم بيبقى اللون بتاعها بينك او ريد او ديب بينك كلر. ديفرنشال دايجنوزس في بعض الحالات الانفيرو تيربنت بتبقى كبيره جدا فتلخبطنا مع البولبس، لكن عادي يعني دي مع الاكسبيرينس دي مش هتبقى مزد منك. النيزوفارينجال انجيوفايبروما، النيزوفارينجال انجيوفايبروما زي ما هناخد في الفارينجال النيزوفارينجال تيومرز ده هايلي فاسكولار ليجن بيطلع في منطقه السفينوبلاتاين فورامين، بيبقى هايلي فاسكولار، بيجي في التين ايج ميلز تمام يعني من 10 ل 20 سنه الميلز اونلي ما بيجيش في التينيز، بيبقى هايلي فاسكولار ليجن. المين كومبلينت ليه بتبقى سيفير يونيلاترال ريكارنت انبروفوك دي بيستاكسس تمام. ده طبعا لازم نحطه في الديفرنشال دياجنوزس للايه الالتروكوانال بوليبس. طبعا مالجننت جروس، طبعا اي تيشوز بنشيلها من الهيومن بينج لازم بنبعتها هيستوباثولوجي فور اكسكلوجن اوف مالجننسي، او على الاقل نعرف لازم نعرف الدياجنوز. يعني مفيش حاجه تتشال من جسم الانسان وما تتحللش، دي قاعده لازم نحطها في الطب كده ولازم نبقى عارفينها كويس. رابع حاجه من الديفرنشال دياجنوز طبعا الديفيوز نيزال بولتس اللي هي الانتروكوينال بولتس. في فورم بودي، في بعض الحالات ممكن يكون الحاله مدخله فورم بودي فيتلخبط ما بينه وما بين الايه البوليبس، او راينوليس يكون فورم بودي ونجلكتد فور لونج تايم وبدا يتكون اللي هي الكالسيوم سولتس. انفستيجيشنز في حالات النيزال بوليبس طبعا في معظمها بتبقى بري اوبراتيف انفستيجيشنز، بنعمل كومبليت بلاد كاونت، بنعمل اي اس ار راندوم بلاد شوجر، بنعمل سي تي نوز وبارانيزال ساينسز، بنعمل برين اكس ري شيست عشان نطمن ان العيان ما يكونش عنده اي مشاكل كونكومتنت مع النيزال انفكت مع النيزال بريبوزيس، بايوبسي وخاصه لو انا شاكك ان الحاله دي فيها مالجننت تشينج تمام. ممكن يبقى عندي نيزال بلوبوزس وكانسر، ممكن يبقى عندي نيزال بلوبوزس وانفيرتد بابلوما. ففي بعض الحالات اكوردنج للايه للاندوسكوبيك اكزامينشن ممكن اخد بايوبسي قبل ما اعمل اي عمليه. نيزال سيكريشن فور سيتولوجي ميبي تيست فور الرجي لو انا شاكك ان الايه الاندرلاين كوز از ايه الرجي زي ما خدنا في الايه في الالرجيك رانايت. تريتمنت اوف ديفيوز سينونيزال بلوبوزس ات از ميديكال ديزيز، ده بنجرب اهم حاجه اللي هي الموست امبورتنت ثيرابي اللي هو التوبيكال نيزال استرويدز. توبيكال نيزال استرويدز اللي هي الايه اللي هي زي البخاخات اللي هي العاديه اللي بتخلي العيان زي ما هناخد دلوقتي بيمشي عليها فور ايفر تمام. ممكن تجيب ريسبونس وما العيان ما يحتاجش عمليه ولازم بنجربها الاول مره واثنين وثلاثه وبنبقى صبورين جدا وبندي انتي بايوتكس في حاجات، في طبعا الانتي بايوتكس ليست تختلف من نوع لنوع زي الكلاريسروميسين اوجمنتد بنسلين ايا كان. دي طبعا الموضوع بيوند يعني اندر جرادويت ليفل، لكن طبعا مهم معلومه مهمه جدا نعرفها ان التوبيكال استرويدز هي المين لاين اوف ثيرابي للديفيوز سينونيزال بلوبوزس. في بعض الحالات بنحتاج سيرجري والعيان برضه لازم يبقى فاهم ان هو هيكمل بالايه باللوكال نيزال استرويدز. يبقى المين لايف اوف ثيرابي ديفيوز نيزال بلوبوزس هو الايه توبيكال استرويد. العين عمل عمليه او ما عملش عمليه هو كده كده هيمشي على استرويد، لكن طبعا في بعض الحالات السيرجري بتفتح لي واي مجرد ان انا ببدا احط نيزال استرويد تبدا توصل لغايه دي النيزال ميكوزا تمام. دي النقطه دي مهمه جدا. طبعا لازم بتنستراكت البيشنت لان في عينين كتير بيبقى عندهم ثقافه ان هو عمل عمليه ان هو هيرتاح ومش هيحتاج حاجه تاني، لكن بتفهمه قبل ما بتعمل عمليه ان العمليه دي مساعد للايه للتوبيكال استرويدز تمام. ده لازم نبقى فاهمين الكونسبت ونفهم العيان الكلام.
لان العين لو عمل عمليه وما خدش نيزال استرويد هيحصل 100% ريلابس للسيمتومز دي، لكن لو عمل عمليه وخد نيزال استرويد مع الفولو اب هتبقى الدنيا كويسه. طبعا النيزال استرويد بنستعملها بالطريقه الصحيحه، ان العيان يكون في وضع السجود او يكون موطي لقدام، مش زي ما معظم الناس بيحط نقط ويكون راسه لورا، ده غلط. الوضع ده غلط في اي حاجه، سواء كان في الالرجيك رانيتس او في حتى في الابستاكسيس يعني. لازم بنخلي الراس لقدام وبناخد النيزال استرويدز بالايد المعاكسه، تمام، توايس ديلي، ده الابروبريت بوزيشن فور لوكال استرويدز. طبعا دي الحاله دي فوق على الشمال، دي اشعه عيان كان عنده ديفيز ساين نيزال جلوبوزس، عشان اعرفكم بس ان الميديكال تريتمنت هو الاساس في النيزال جلوبوزس. انا اديته العيان العلاج اللي هو موجود اللي هو الهوستاكوكتين، اديته البيكلو، اديته الانتوجين، دي الميديكال تريتمنت اللي انا كتبته له، جرعه ستيرويد سيستميك ولوكال نيزال ستيرويدز والايه وحاجات كده في الايه للهايبر اسيديتي عشان السايد افكت والكورتيكوستيرويد. طبعا العيان كانت النتيجه بتاعته جميله جدا، والصوره اللي تحت على اليمين بدون اي عمليات بدون اي حاجه، والعيان اعراضه ارتاحت وفضل ماشي على الايه على البخاخات، تمام. مفيش اي مشكله يعني، مش السيرجري انديكيتد في كل الحالات، لازم نبقى احنا فاهمين. زي ما حضراتكم شايفين دي صوره، دي شكل عمليه، الصورتين اللي فوق دول لو بصينا على اليمين تحت بيبقى في هنا الانفيرو تيربنت، في الوايت جليسنج ليجن، ده هو دي البوليبس. طبعا شلنا البوليبس، فتحنا الاوستيا ولغايه الاسكال بيز، وفتحنا المكسيمال ساينس اوستيا، ودي شكل العمليه بالايه بالاندوسكوب، تمام. نيجي بقى للانتروكوانال بوليب، زي ما قلنا ان هو بيبقى يوني لاترال بوليب، طبعا ممكن يحصل باي لاترال بس دي كيس ريكورد، هو اولوز يوني لاترال بوليب، بيطلع من الماكسيلاري ساينس اللي هو الانترم، باس ثرو ذا اوستيوم، ترانسفيرس ذا كوانا، اند مي هانج ان ذا نيزو فارينكس. الايتولوجي بتاعه تيل ناو اتز نوت نون، في ناس بتقول انها انفكشن، في ناس بتقول ان هو الرجي، في ناس بتقول ان هو ريتنشن تيست، ايا كان. طبعا بيجي في التين ايج، في التين ايجز المين كومبلينت ليه نيزل اوبستراكشن، راينوريا، هايبوسميا، سنورنج، امبيرد هيرنج، بوست نيزل دريبلنج. ممكن تشوفه بالانتيرو راينوسكوبي، ممكن وانت بتبص في بق العيان تلاقي فيه حاجه نازله من الايه من بهايند السفره، ده في الحالات الادفانسد ده. طبعا نفس الانفستيجيشن اللي هي البري اوبرتيف انفستيجيشن مع ديفيوز ساينونيزال جلوبوزس، كومبليت بلاد كاونت واكس راي شيست والحاجات دي. سيرجري از ذا مين لاين اوف ثيرابي، يبقى الفرق الثاني فرق دلوقتي ما بين الديفيوز نيزال جلوبوزس ان هي ميديكال ديزيز، لكن الانتروكوانال بوليب از ا سيرجيكال ديزيز، لازم هيتعمل له عمليه ومش هياخد ميديكال تريتمنت بعد كده، لا مجرد ان انت عملت بوليبكتومي، فتحت الاوستيا والماكسيلاري ساينس، شلت الليجن كله، تمام، مفيش اي ريمننت ليه، خلاص العيان ده ما بياخدش اي ميديكيشن فيه. يبقى المين ديفرنس بتوين الديفيوز ساين نيزال بلوبوزس والانتروكونال بوليب ان الديفيوز نيزال بلوبوزس ده ميديكال ديزيز، ممكن بعض الحالات نحتاج سيرجري، لكن الانتروكونال بوليب از ا سيرجيكال ديزيز، نو نيد فور ميديكال تريتمنت، تمام. طب بنعمل ايه؟ بنشيل البوليبس ايزر اندوسكوبك في الغالب، لكن طبعا زمان كان في بعض الناس بنشال بنفتح خلد واللوك اوبريشن عن طريق الترانس فيستيبولار ابروتش، بندخل جوه الماكسيلاري ساينس وبنشيله. لكن دلوقتي طبعا مع الانسترومنتيشنز الكويسه، مع الاندوسكوبس اللي هي ديفرنت انجلز، وي كان ابروتش انترا ساينس بارت كومبليتلي، اند وي كان ريموف ذا هول انتروكوانال بوليبس ثرو ذا نيزال كافيتي. زي الفيديو ده، الفيديو ده عيان كان عنده 12 سنه، بريزنتد كان بريزنتد ليا ب ليفت نيزل ابستراكشن، عملت له اندوسكوبي لقيت فيه الوايت جليسنج ليجن اللي هو حضراتكم شايفينه ده هو، تمام. اللي انا بزقها بالمشرح دي اللي هي الانفيرو تيربنت، على الشمال ده اللي هو السيبتم، فوق هنا الميدل تيربنت. انا بحاول ان انا يعني اعمل جود انسبكشن للاورجن اوف ذا ليجن، تمام. انا بشفط دلوقتي، اللي انا بحركه بالشفاط دهوت هو ده الايه؟ هو ده البوليب، تمام؟ طبعا الفيديو ده انا عامل له مونتاج، يعني طبعا العمليه بتقعد لها حوالي ساعه ونص ساعتين. انا دلوقتي في النيزو فارنكس زي ما حضراتكم شايفين، انا فصلت الجزء الايه؟ الانترانيزل من ده طبعا الاورال كافيتي، دي اليوفولا موجوده اهي،
وده التانج طبعا الليجن كان كبير جدا، يعني طالع من الماكسيلاري ساينس وكبر جدا في الميزوفان. زي ما حضراتكم شايفين انا بطلعه ما قدرتش اطلعه من الانف من قدام، فبضطر ان انا انزله من تحت من بهايند الميزوفارينكس وبشده بطلعه زي ما انتم شايفين كبير جدا. بعد كده بدخل بقى على الماكسيلاري ساينس وببدا اشيل الريمننت بتاعه، ده الميدل ميتس، ده الماكسيلاري ساينس اللي فوق، ده اللي هو الانفرا اوربيتال كانال. شايفين الجفت اللي انا بشيل بيه ده جفت معمول مخصوص للحالات اللي زي دي. بدخل جوه الماكسيلاري ساينس بانجل معينه وببدا اشيله وبطلعه. اهم حاجه ان انا ابقى شور من الكومبليت ريموفال للايه، للاورجن اوف ذا ليجن. تمام، ده كل ده جايدد بالاندوسكوب، مجرد ان هو بيتشال كويس ومع الفولو اب ما بيحصلش ريلابس ان شاء الله. شكرا جزيلا.